بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم. قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الرد على من يسألون الله بخلقه، توسلون إليه بخلقه، وأن هذا أمر لا يجوز. لكن لو قال قائل: أنا لا أتوسل بكل الخلق، وإنما أتوسل ببعض المعظمين منهم، ببعض المعظمين منهم، فالجواب أن يقال: الله جل وعلا لا يشرك معه أحد، ولا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه، مهما بلغوا من التعظيم والأفضلية. لا شك أن بعض الخلق أفضل من بعض، ولكن هذا لا يجيز أن نتوسل بالأفضل، لأن هذا شرع دين لم يأذن به الله، فالله لم يشرع لنا أن نتوسل إليه بأحد من خلقه مهما بلغ من المنزلة عنده، لا الملائكة ولا الرسل ولا أولو العزم. وأيضا السؤال ببعض المعظمين دون بعض هذا تخصيص بلا دليل، فإما أن يجوز السؤال بهم جميعا، وإما أن يمنع السؤال بهم جميعا. أما أنه يخص بعضهم دون بعض فهذا لا دليل عليه. نعم. قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى. نعم، الله جل وعلا لا يرضى أن يجعل له ندا، أي شريكا ومثيلا من خلقه، ولو بلغ من الفضيلة ما بلغ. نعم. فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق. نعم، مهما بلغ من الأفضلية فإنه لا يركع ولا يسجد له ولا يصام له ولا يعمل له أي عبادة. العبادة حق لله وحده دون غيره. نعم. ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك القسم بالمخلوق فلا يجوز على المخلوق، فكيف على الخالق؟ الحلف بالمخلوق لا يجوز مطلقا، لا فيما بين الخلق بعضهم مع بعض، ولا أن يحلفوا بالمخلوق على الخالق، وهذا أشد. فإذا قلت أسألك بفلان فإنك أقسمت على الخالق بالمخلوق. نعم. ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال لا تحلفوا إلا بالله. هذا حصر، لا تحلفوا إلا بالله، هذا حصر، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله. وسؤال الله بأحد من خلقه هذا حلف، حلف على الله. نعم. وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الحلف تعظيم بالمحلوف، تعظيم للمحلوف، والتعظيم إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم. فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي. من حلف بغير الله، بغير الله كائنا من كان، يصدق على الملائكة ويصدق على الرسل وعلى الأنبياء وعلى الأولياء والصالحين، نعم، كله من فعله فقد أشرك. نعم. وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. والله جل وعلا ذم الشرك، ذم الشرك بجميع المخلوقات، وإن كان بعضها معظما وله فضل وله مكانة، فإنه لا يجوز إشراكه مع الله لا بالحلف ولا بغيره. نعم. وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح إلها مع الله، والمسيح بشر، المسيح بشر عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقول للناس اتخذوني مع الله، ما كان لبشر، المسيح ولا غيره، أن يقول أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما هذا أعظم درجات التفضيل، يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، هذا أعظم درجات التفضيل، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لا يقول هذا وإن كان الله قد أعطاه هذه الفضائل العظيمة، لأن ما آتاه الله من الكتاب والحكمة والحكم والنبوة ينهى عن ذلك، فكيف يخالفه، كيف يخالف ما آتاه الله، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كما تزعم النصارى أن المسيح يعبد من دون الله، ولكن كونوا أي ولكن يقول للناس ويأمرهم لأن يقول كونوا ربانيين أي علماء عاملين بعلمكم. الرباني هو العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني، والرباني أيضا يطلق على المربي الذي يربي الناس على العلم، يربيهم بالعلم، ولكن كونوا ربانيين في تعليمكم للناس، تربونهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله، هذا الذي يأمر به النبي
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة وبما كنتم تدرسون. فهذا الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الربانية، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل وتربية الناس، تعليم الناس هذا الشيء. نعم، فهذا فيه رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح ربا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. ولا يأمركم، الآية الثانية، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. النبي لا يأمركم بهذا، لا يليق بنبي من الأنبياء، فكيف بعيسى عليه السلام؟ لا يليق به أن يقول للناس، لا يقول لهم اتخذوني إلها مع الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الذين هم عباد الله المقربون عنده، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين جميع النبيين أربابا من دون الله، تعبدونهم تشركونهم مع الله سبحانه. هذا لا يأمر به نبي من الأنبياء، الأنبياء جاءت بالنهي عن ذلك والأمر بالتوحيد. ثم قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا لا يليق بالنبي أنه يأمر بالكفر، وهو عبادة غير الله والإشراك بالمسيح أو غيره أو الملائكة، لا يليق بنبي أن يقول هذه المقالة أبدا. نعم. وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. نعم. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. نعم. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فبين أن الطاعة لله والرسول. فإن الله في تفسير الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله غير الله، هذا تحدي يتحداهم الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لأنهم بشر أو ملائكة عباد من عباد الله، لا يستطيعون أن يرفعوا المرض إذا نزل، ولا أن يحولوه من بلد إلى بلد أو من شخص إلى شخص أو من عضو في الإنسان إلى عضو آخر، ما يستطيعون هذا، إنهم عاجزون. فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني إزالته نهائيا، ولا تحويل، أي تحويل المرض من بلد إلى بلد أو من شخص إلى شخص أو حتى من عضو إلى عضو، ما يستطيعون. فإذا كان الرأس يؤلمك، ما يستطيع البشر كلهم أن يحولوا هذا الألم إلى رجلك أو إلى يدك أبدا، هذا كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا تعجيز لآلهتهم التي يدعونها من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إذن لا يصلحون للعبادة، إنما يستحق العبادة
من يملك كشف الضر أو تحويله هذا الذي يستحق العبادة. ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله وهو المسيح وأمه والعزير، العزير هذا من بني إسرائيل اختلفوا هل هو نبي أو عالم من علمائهم، أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، الذين يدعوهم هؤلاء المشركون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم محتاجون إلى الله يتقربون إلى الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه بطاعته. فعيسى يتقرب إلى الله وأمه مريم تتقرب إلى الله وعزير يتقرب إلى الله، إذن هم عباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبدون مع الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولو كانوا آلهة ما صاروا بهذه المثابة، يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون، كان يملكونهم يملكون على زعمكم يملكون الرحمة ويملكون دفع الغضب، فتبين أنه لا يصلح أن يعبد أحد مع الله لأنه عاجز. وقيل في معنى الآية أنها نزلت في قوم من المشركين كانوا يدعون ناسا من الجن، ناس من المشركين يدعون ناسا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم أنهم أسلموا، فأخبر الله عنهم أنهم أسلموا وعرفوا عجزهم وضعفهم ولجأوا إلى الله، فكيف تعبدونهم؟ على كل حال هذا فيه بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى على كلا القولين. نعم. وقد قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله هناك أشياء مشتركة بين الله ورسوله وهناك أشياء خاصة بالله، الطاعة هذه مشتركة، ومن يطع الله ورسوله فالطاعة مشتركة، الله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فالطاعة تكون لله وتكون للرسول لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الخشية والتقوى فإنها خاصة بالله عز وجل، ولهذا قال ويخشى الله ولم يقل يخشى الله والرسول، ويخشى الله ويتقه يتقي الله ولم يقل يتقي الله والرسول، فذكر الشيء المشترك وذكر الشيء الخاص بالله عز وجل. فالخشية والتقوى خاصان بالله، لا يشارك الله فيها أحد. نعم. وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ولم يقل ويخشى الله ورسوله ويتق الله ورسوله، لأن هذا خاص بالله، لأن هذا عبادة، الخشية عبادة والتقوى عبادة، هي خاصة بالله سبحانه ليس للرسول منها شيء. أما الطاعة فيطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. نعم. فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق. خصها بنفسه سبحانه وتعالى، لأن التقوى والخشية نوعان من أنواع العبادة. نعم. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله.
رضوا ما آتاهم الله ورسوله. الإيتاء يكون من الله ورسوله، وهو إعطاء المال، إعطاء المال والرزق يكون من الله ومن رسوله. الرسول يعطي بأمر الله سبحانه من الفيء ومن الغنيمة، ومن الرسول يعطي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله، لو أنهم أي المنافقون رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، فالحسب وهو الكافي هو الله جل وعلا، فالذي لله لا يشاركه فيه أحد. نعم. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، مشترك، الإيتاء مشترك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الإيتاء مشترك. فالله يؤتي ويعطي، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤتي ويعطي بأمر الله عز وجل. أما الحسب فهو خاص بالله، حسب. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، أي من عطائه، ورسوله يؤتينا أيضا. نعم. إنا إلى الله راغبون. شوف، إنا إلى الله راغبون، خص الرغب بالله وحصره في إنا إلى الله راغبون لا إلى غيره، ولم يذكر إنا إلى الله ورسوله راغبون، لأن الرغب نوع من العبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغب هو الطمع في رحمة الله وفي الرزق وفي كل هذا، عبادة لله عز وجل. نعم. وقال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعة الله واجتهد في طاعة الله، يدل على أن المسلم ليس له فراغ، بل إنه دائما في عمل لدينه ودنياه. فإذا فرغت فانصب، ثم قال: وإلى ربك، أي لا إلى غيره فارغب. فالرغب نوع من أنواع العبادة، وهو خاص بالله، ما قال ارغب إلى الله وإلى فلان. نعم. فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله، ويقولون حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، والأموال المشتركة كمال الفيء والغنيمة والصدقات عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها، وهو مقدار حقه، لا يطلب زيادة على ذلك. نعم. المال المشترك بين المسلمين وهو الفيء والغنيمة والموارد المشتركة، هذه لكل مسلم فيها حق، لكل مسلم فيها حق، لكن لا يأخذ أكثر من حقه، لا يجوز لمسلم أن يأخذ أكثر من حقه الذي فرض له، فلا يخون بيت المال ويأخذ إذا تمكن، أو يأخذ من الغنائم، وهذا غلول، وهذا أشد من أكبر الكبائر الغلول. لا يأخذ من المغانم، ينتهز الفرصة، إذا تولى شيئا من أموال المسلمين لا يأخذ إلا ما فرض له ولي الأمر، ولا يخون، يأخذ أكثر من حقه. نعم. ثم قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله. فإن الحسب وهو الكافي هو الله عز وجل. نعم.
فإن الحسب هو الكافي، والله وحده هو كاف عباده المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ والله هو الكافي، ويخوفونك بالذين من دونه. نعم، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على ضمير الخطاب حسبك، ضمير الخطاب حسبك الله ومن اتبعك، أي وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو التفسير الصحيح للآية. أما من قال إن ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الله فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا غلط، هذا غلط. الحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فيكون ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على كاف الخطاب حسبك وحسب من اتبعك. هذا هو التفسير الصحيح الواضح. نعم، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر. نعم، والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ففصل بين المتعاطفين في قوله من فضله، ولم يقل من فضل الله ورسوله، لأن الفضل من الله وحده. نعم، لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون. حصر الرغبة بالله ولم يقل إنا إلى الله ورسوله راغبون. انظر إلى أسلوب القرآن العظيم. نعم، الأسلوب البليغ. نعم، ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات. نعم، فلا يرغب أحد إلا إلى الله، وإلى ربك فارغب. نعم، فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، ولم يجعل لأحد من المخلوقات سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، في أنها لا تعبد مع الله ولا يطلب منها شيء لا تقدر عليه، بل هذا يطلب من الله وحده، وإن كان بعض المخلوقات أفضل من بعض، فكونها متتفاضل لا يقتضي أن بعضها يعبد مع الله ويشرك مع الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من الفضل. فإن العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواعها، ليس لأحد فيها استحقاق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. جميع أنواع العبادة خاصة بالله، لا يستحقها أحد من الخلق مهما بلغ من الفضل. نعم، وقد تبين أن الله سبحانه سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام. نعم، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبياً أو ملكاً أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. القسم عبادة، الحلف عبادة للمحلوف، لأنه تعظيم للمحلوف، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله قد أشرك. نعم، فقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، ومما يدل على أن الخلق لا يملكون شيئاً إلا ما أقدرهم الله عليه، ولا يطلب منهم شيء إلا في حدود استطاعتهم، هذه الآية الكريمة التي تقطع، يقول العلماء تقطع عروق الشرك من أصله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا تحدي، هذا تحدي للمشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة لكل مشرك على وجه الأرض، سواء من الأولين أو من الآخرين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما بقي شيء، لأن المدعو إما أن يكون مالكاً لما يطلب منه أو لا، فإن لم يكن مالكاً فإما أن يكون شريكاً للمالك أو لا، فإن لم يكن شريكاً فإما أن يكون وزيراً ومعيناً للمالك أو لا، فإن لم يكن وزيراً ولا معيناً فعلى الأقل يكون شافعاً ومتوسطاً. وكل هذه الأمور منتفية فيما من عبد من دون الله، فلا يملك شيئاً وليس له اشتراك في السماوات ولا في الأرض، الملك كله لله، وليس معيناً لله، وليس معيناً لله وظهيراً لله، لأن الله غني عن خلقه. بقيت الشفاعة، الشفاعة حق ولكن لا تكون إلا بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، والله لم يأذن لهؤلاء المعبودات التي تعبد من دون الله ويتخذونها شفعاء من دون الله بدون إذن الله سبحانه وتعالى. إذن بطل الشرك من أصوله ولم يبق للمشركين متعلق. هذه الآية البليغة الوجيزة قطعت أصول الشرك من أصله. كل مشرك تتحداه هذه الآية أن يبين علاقة من يدعوه ويعبده من المخلوقين بهذه الأمور الأربعة. نعم. فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله. تهدد يعني أن هذا الأمر أمر تهديد، ما هو أمر إيجاد أو طلب، ما هو طلب وإنما هو تهديد وتحدي. نعم. وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملكه. ليس لهم ملك مستقل في السماوات ولا في الأرض. فهل السماوات والأرض مقسومة؟ السماوات والأرض هل هي مقسومة؟ بعضها لله وبعضها لغير الله؟ حاشا وكلا، السماوات والأرض كلها لله، ولا أحد يدعي إن لهم شركة في السماوات أو في الأرض، ما أحد يدعي أبداً، لأن ملك السماوات والأرض لله جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض. نعم. ولا شركاء في ملكه. فإن لم يكن له ملك مستقل فربما يكون شريكاً للمالك، والله ليس له شريك من خلقه، ليس لله شريك من خلقه في سماواته وأرضه أبداً. نعم. فليست السماوات مشتركة بين الله وبين خلقه، وليست الأرض مشتركة بين الله وبين خلقه. فإن قلت أليس الناس يملكون المزارع ويملكون الدور نقول هذا ملك مؤقت ومستعار، هذا ملك مؤقت ومستعار، والله هو الذي ملكهم إياه وسيسلبه منهم، أليس ملكا مستمرا أبدا. نعم. وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين. هذا القسم الثالث، إذا لم يكن مالكاً ولا شريكاً للمالك ربما يكون أنه مقرب عنده ومعين له ووزير له، الله ليس له معين وليس له وزير ولا ظهير سبحانه وتعالى. نعم. فقطع
تعلق القلوب بالمخلوقات. نعم. رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبقى إلا الشفاعة. فإذا أردت أن تسد الطريق على عباد القبور اقرأ عليهم هذه الآية وقل لهم بينوا لي معبوداتكم هذه وهؤلاء الأموات، هل لهم ملك في السماوات والأرض؟ هل هم شركاء لله؟ هل هم أعوان لله؟ هل هم يشفعون عند الله بغير إذنه؟ نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله الشفاعة حق، الشفاعة حق ثابتة الكتاب والسنة، لكن بشروط هي مطلقة، بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه. نعم. ولم يبقى إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إلا لمن أذن له، إذا ما بقي شيء. وهل أذن الله لهؤلاء الأموات والمقبورين أنهم يشفعون حتى تطلبوا منهم الشفاعة؟ اطلب الشفاعة من الله، قل: اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين. اطلب من الله، لا تطلب من الميت تقول اشفع لي، اطلب من الله أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين، لأن الشفاعة ملك لله، والله يأذن بها لمن يشاء. نعم. وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة: إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي: أي محمد، ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فيحد لي حد يحد فيحد لي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر محل الشاهد: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شفع عند الله ابتداء، وإنما سجد بين يدي الله وعظمه ودعاه وتضرع إليه حتى قال له الله: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. هذا مثل قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والذي كل أولي العزم أحالوا عليه عليه الصلاة والسلام، لم يشفع ابتداء وإنما شفع بعد إذن الله عز وجل، فكيف بغيره؟ نعم. واشفع تشفع، قال: فيحد لي حدا، أيضا ما يشفع بكل الناس، وإنما يشفع في من أذن الله للشفاعة فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. الله حد له حدا يشفع فيهم، الأمر كله لله. نعم. فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر تمام الخبر. نعم. فبين المسيح أن محمدا هو الشفيع المشفع، فبين المسيح أن محمدا هو الشفيع المشفع. المسيح لما قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بين أن محمدا هو الشفيع عند الله المشفع من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومع هذا الرسول لم يطلب الشفاعة ابتداء، وإنما سجد بين يدي ربه وتضرع إليه ودعاه حتى أذن له، قال له: ارفع رأسك. نعم. فبين المسيح أن محمداً هو الشفيع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً.
هذا في أول سورة، في أول سورة الفتح. نعم. وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى، أنه يأتي فيسجد ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له. نعم. فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. نعم. فهو لا يشفع إلا بعد إذن الله، ولا يشفع إلا في من حد الله له، حدد الله له. نعم. وهذا كله يبين أن الأمر كله لله. نعم. هو الذي يلزم الشفيع بالإذن له في الشفاعة. يكرم في مجموع الفتاوى، يكرم وهو الصحيح. نعم. وهذا كله يبين أن الأمر كله لله، هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة. نعم. والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له. نعم. ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. نعم. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله الله على غيره، واختاره واصطفاه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غيره، واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. نعم. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، ولا يستحق أنواع العبادة كلها لله، الخشية والتقوى وأنواع العبادة كلها خاصة بالله، لا يستحقها لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا أي أحد، كلها خاصة بالله عز وجل، فلا يتعلق إلا بالله، ولا يطلب ويخشى ويرجى ويخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يستحق فلو أن هؤلاء الذين أتعبوا أنفسهم مع الأضرحة ومع القبور صرفوا جهدهم ووقتهم وأموالهم في طاعة الله وفي بيوت الله عز وجل لاستفادوا من عبادتهم، ولكنهم صرفوها لغير الله فخسروا خسرانا مبينا والعياذ بالله، يبكون ويتضرعون ويصيحون ويسافرون ويعتكفون عندها أياما وهم في طريقهم إلى النار، إلا إن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. لو أنهم صرفوا هذه المجهودات وهذه في عبادة الله وفي بيوت الله لا فازوا وأفلحوا، ولم يذهب عملهم سدى ولا تعبا بدون فائدة، بل في مضرة. نعم. ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والأنبياء والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. رد على القبوريين والصوفية. لا، إذا كانت الملائكة والأنبياء لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يملكون شيئا في السماوات ولا في الأرض ولا يشاركون الله في شيء، فكيف بمن يتعلقون بالمشايخ والطرقية؟ وهؤلاء لا عقول لهم ولا تفكير عندهم ولا يتدبرون كلام الله، لا يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى، وإلا لو تدبروا كلام الله وفهموه لعرفوا الحق وقصروا على أنفسهم التعب والعنى والمشقة. الله جل وعلا قريب مجيب، يرى ويسمع ويعلم سبحانه، فليس بحاجة إلى أنك تروح لما المخلوقين وتطلب منهم الوساطة عند الله ورفع حوائجك إلى الله، ارفعها أنت، ارفع حوائجك إلى الله أنت، ارفع يديك إلى الله
واطلب الله واسأل الله وادعو الله، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ لماذا لا تحضر في هذه الساعة وتدعو الله سبحانه وتعالى بدون أنك تروح لفلان ولا فلان ولا للقبر الفلاني ولا؟ لكن شياطين الإنس والجن استحوذت على عقول كثير من الناس فصرفتهم عن الطريق الصحيح، هم بغير فائدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإلا لم نعم يكن. هذا رجوع إلى قوله أول ما بديت بالقراية، أول ما بديت بالقراية يقول إيش أول ما بديت إيش قال؟ أقول سلمك الله أول ما قرأت. وإن قال قائل، وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، بمعظم دون معظم. هنا يقول الشيخ: ما وجه أنك تخص بعض المعظمين دون بعض؟ ادعو إذن بكل المعظمين ولا تخص أحدا، بل ادعو بكل الخلق، كلهم خلق وكلهم عباد، لماذا تخص بعضهم دون بعض؟ هو قصده الإلزام بهذا الكلام. نعم، ارجع إلى ما وقفت. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات، أقسم الله به، نعم، إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات، لأنهم يقولون هذه مخلوقات أقسم الله بها، فنحن نعظمها ونتوسل بها. الله جل وعلا كما مر بكم أقسم بالليل والنهار والشمس والقمر والتين والزيتون، أجل اعبدوا التين والزيتون واعبدوا كل شيء أقسم الله به، هذا ما قاله أحد، هذا ما اعبدوا الليل والنهار والشمس والقمر، ما قاله أحد هذا. نعم. يقول: فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك عندكم كله. فيسوغ السؤال يعني عندكم بكل ما عظمه الله وأقسم الله به، لماذا تخصون بعض المعظمين والمفضلين دون بعض؟ هذا تحكم منكم. نعم. فهو يلزمهم بهذا الكلام. المحشي استشكل هذا ولم يرجع إلى كلام الشيخ السابق ليزول عنه الإشكال. نعم. وإلا اقرأ عبارة المحشي. يقول: نعم. هذا الكلام غير مستقيم إلا مستقيم، إذا رجعت إلى أول الكلام فهو مستقيم، لكن غفل حفظه الله عن الرجوع إلى أول كلام الشيخ. نعم. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله عندكم، يعني يسوغ، يعني يلزمكم أنه يسوغ السؤال بكل ما من أقسم الله به وكل من عظمه الله، وأنتم لا تقولون بهذا. نعم. وإلا لم يكن سائغا ولم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق في ذلك بين معظم، فالتفريق، شوف فالتفريق، نعم، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. أيوة، نعم، هذه النتيجة. نعم. ولو فرق مفرق بين من يؤمن به وبين من لا يؤمن به قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن. ولو فرق مفرق، ولو فرق مفرق بين من يؤمن، نعم، ولو فرق مفرق بين من يؤمن به، اشكلوها بين من يؤمن به، لأن الله أمر بالإيمان بالملائكة والرسل، الملائكة والرسل، فهل نعبدهم لأن الله أمر بالإيمان بهم؟ نعم. ولو فرق مفرق بين من يؤمن به وبين من لا يؤمن به، ولم يأمرنا أن نؤمن ببقية المخلوقات، إنما أمرنا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أمرنا بالإيمان بالله وبرسله وبملائكته. نعم. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير
والحور العين والإيمان ليس خاصا بالملائكة والرسل، الإيمان عام لكل ما أخبر به الرسول من أمور الآخرة، من القبر ونعيمه وعذابه وملائكة الموت ومنكر ونكير في القبر نعم. فهل نعبدهم لأن الله أمر بالإيمان بهم؟ نعم. قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين، ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها؟ لا يلزم، لا يلزم من وجوب الإيمان بهذه المخلوقات أن يجوز الحلف بها، نعم. أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها، أم يجوز السؤال بها كذلك؟ وكذلك لا يجوز السؤال بها والتوسل بها لأن الله أمر بالإيمان بها. نعم. فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سبباً لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء، والله أعلم. نعم. وأما قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، نقف عند هذه. نعم. هذه من شبه المشركين، أنهم يقولون إن اليهود استفتحوا بالرسول قبل بعثته، دل على أنه يجوز التوسل بالأنبياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من قال وحياة النبي، هل هذا حلف بغير الله؟ نعم، لأن حياة النبي مخلوقة، حياة النبي مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. أما قوله تعالى: لعمرك، هذا خاص بالله جل وعلا، يقسم بما شاء. لعمرك أي حياتك، حياة الرسول، أقسم الله بحياة الرسول، ونحن لا نقسم إلا بالله عز وجل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل النذر لغير الله منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر؟ النذر، نعم، لغير الله، النذر لغير الله كله شرك أكبر، لأنه عبادة، فلا يجوز أن ينذر لغير الله، وليس فيه تفصيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا الحديث، هل يدل على أن الحلف لا يقدم عليه المرء إلا للحاجة؟ أي نعم، من كان حالفا، يعني من احتاج إلى الحلف، من احتاج إلى الحلف فليحلف بالله، أما من لا يحتاج إلى الحلف فإنه لا يحلف، يوقر اليمين ويعظم اليمين. نعم. قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله في الدرس أن الرغبة خاصة بالله وليست مشتركة بين الله ورسوله. الرغب ما هو بالرغبة، الرغب، ولا أن ترغب في المال وترغب في الزوجة وترغب، لا، الرغب لا يكون إلا إله، ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. يقول: ما معنى ذلك، وما معنى أنها خاصة بالله؟ بينا هذا، قلنا الرغب ما هو بالرغبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو جزاء من يحلف بغير الله في الدنيا وفي الآخرة؟ جزاؤه أنه قد أشرك بالله ومعرض للوعيد، لكنه ليس الشرك الأكبر، ليس الشرك الأكبر، وإنما هو الشرك الأصغر، فيكون معرض للعذاب. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل الشرك الأصغر، فلا تشمله المغفرة، لا بد يعذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما معنى قوله: أيهم أقرب، في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ يعني يتسابقون أيهم يصل إلى الله قبل صاحبه، من شدة رغبتهم كل واحد يحب أن يكون هو أسبق من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله:
في حديث الشفاعة يقول المسيح عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما حال الأنبياء الآخرين؟ هل غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر؟ الله أعلم، لا ندري. الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في العزير، هل هو نبي أو عالم؟ قالت اليهود: عزير ابن الله. لماذا؟ قالوا: لأنه لما تسلط ملك المجوس على بني إسرائيل في بيت المقدس واستولى عليها وأفسد فيها، أخذ التوراة وأتلفها، لم يبقى شيء من التوراة، فلم يجدوها إلا عند عزير، حفظها عن ظهر قلب، حفظها عن ظهر قلب، فقالوا إنه نبي. ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأنه نبي، بل غلوا فيه وقالوا هو ابن الله. نعم. والناس مختلفون، هل هو نبي وإلا رجل صالح وعالم من علمائهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا يسمى عيسى عليه السلام بيسوع وما معنى ذلك؟ لغة، هذا لغة العبريين، لغة النصارى العبرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل المحبة خاصة لله أو مشتركة بين الله ورسوله؟ هل المحبة خاصة لله أو مشتركة بين الله ورسوله؟ محبة العبادة خاصة بالله، المحبة التي معها ذل وانقياد للمحبوب هذه خاصة بالله، أما المحبة التي ليس معها ذل وانقياد فهذه مشتركة، لأنها محبة طبيعية، كما تحب المال وتحب الزوجة وتحب الأولاد، لكن لا تذل لهم وتخضع لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، هل نسبتهم كشف العذاب إلى موسى؟ هل في ذلك محذور شرعا؟ كشفت عنا بدعائك، يعني ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز، يعني بدعائك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول عليك وجه الله، هل هذا حلف بغير الله؟ لا يجوز، ما هو بحلف، هذا شفاعة، جعلت وجه الله شافعا عند المخلوق، جعلت الله واسطة بينك وبين المخلوق. وقد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: نستشفع بالله عليك، لأن المشفوع عنده أعظم من الشافع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل قول القائل حسبي الله عليك، هل هذه صيغة تفيد بأنه يدعو عليه؟ ما أدري، هذا ما هي بلهجة عربية الظاهر، هذا على لسان العوام، حسبي الله عليك. لو قال حسبنا الله أو حسبي الله، أما قوله عليك هذه ما أدري عنها، هل هي عربية أو لا. نعم. حسبنا الله، ما قال حسبنا الله عليهم، أو حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، تقول كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك مكان معين لهذا الدعاء وهو حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله؟ هل إيش؟ هل هناك مكان معين لهذا الدعاء؟ هل يدعى به يقول شيء معين؟ مكان معين؟ هو بهذا الدعاء، هذا رد على المنافقين الذين يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقات ولا يرضون بما يعطيهم كغيرهم من المؤمنين، لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يعني كفايتنا ورزقنا عند الله سبحانه وتعالى، وليس رزقنا هو هذا الشيء الذي نعطى من الفيء أو من الصدقات. نعم. إن لم نعطى منها فإننا حسبنا الله، يعطينا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يستفاد من قول الله تعالى فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أن المرض ينتقل من شخص إلى آخر؟ بأمر الله. نعم، ينتقل المرض بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني قصدك العدوى
العدوى تحصل بأمر الله سبحانه وتعالى، لا بطبعها ولا بذاتها، وإنما الله هو الذي يدبرها، وهو الذي ينقلها، وهو الذي يكشفها، هو الذي ينزلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، ما توجيه هذا الحديث؟ وهل فيه حلف بغير الله؟ هذا أجاب عنه بجوابين. أفلح وأبيه إن صدق أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، كانوا في الأول يحلفون بغير الله، لم يمنعوا من ذلك، ثم إنه نسخ هذا ومنعوا من الحلف بغير الله، فيكون هذا قبل النسخ. والجواب الثاني أن هذا لم يقصد به الحلف، وإنما يجري على اللسان من لغو اليمين، هذا من لغو اليمين الذي يجري على اللسان بدون قصد. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو ما يجري على اللسان صورة صورة اليمين ولكنه غير مقصود. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم عقده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لعمري ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يجري هذا، صار يجري على اللسان ولا يقصد به اليمين، أصله يمين لكن صار يقال باللسان بدون قصد لليمين، فهو من لغو اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تخصيص المرض في تفسير الضر في قوله تعالى. نعم. يقول: تخصيص المرض في تفسير الضر في قوله تعالى: فلا يملكون كشف الضر عنكم، هل هو خاص بالمرض؟ نوع من الضر، المرض نوع من الضر. وقد يذكر بعض الأفراد للتمثيل فقط، إن كان المعنى أكثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تجوز زيارة قبر المسلم إذا كان قد بني على قبره وجعل ضريحا وهو لا يرضى بذلك؟ لا، ما يجوز، لأنك إذا زرته وهو على هذه الصورة صاروا يحتجون بك ويقولون أنه زاره فلان ورضي به فلان وأقره فلان، أما دام عليه بناية لا تزره، ولكن تدعو له لو ما زرته، تدعو لأخيك المسلم ولو لم تزره، لكن ما دام عليه هذا المانع لا تذهب إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أن يطلق على النصارى لأنهم مسيحيون، وهل ينكر على من يطلق عليهم ذلك؟ لا، ما يجوز أن يقال مسيحيون، يقال نصارى كما ذكرهم الله في القرآن، حتى هم قالوا إنا نصارى، ما قالوا إنا مسيحيون، قالوا إنا نصارى، فيطلق عليهم الاسم الوارد في القرآن وفي السنة. أما قولهم مسيحيون هذا تهرب من الذم الذي علق بالنصارى، وكذلك اليهود صاروا يسمون أنفسهم بإسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فهم تهربوا من ذكر اليهود لأن اليهود ورد ذكرهم في القرآن مذموما وملعونين، فهم أرادوا أن يتهربوا من هذا، فنحن نسميهم اليهود ونسميهم النصارى ولا نسميهم إسرائيل ولا نسميهم المسيحيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم هذه المقالة: إن الأديان السماوية ثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية؟ إن كان قصده أنه سواء وأنهم يخير الإنسان أن يكون يهودي أو نصراني أو مسلم وأنهم كلهم مسلمون، فهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله والإلحاد، لأن اليهودية والنصرانية نسخت بالإسلام فلم يبقى إلا دين الإسلام فقط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نسخت ولم يبقى إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به فقط، هو ما جاء به فقط، فلم يبقى دين غير الإسلام،
ومن كان على غير الإسلام فهو من أهل النار كائنا من كان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، هل هناك فرق بين دين الأنبياء وشرائعهم؟ نعم نعم، دين يعني العقيدة، الدين هو العقيدة والتوحيد واحد، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد والنهي عن الشرك كلهم جاءوا بهذا، وأما الشرائع فهي على حسب مصالح العباد، يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاء الإسلام فنسخ جميع الشرائع واستقر الإسلام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المراد بالشرائع الشرائع العملية من الحلال والحرام والأمر والنهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عجوز تقول إن رجلا من الجن يأمرها بأوامر منها أن تتبخر في يوم كذا وكذا، وتزعم أنه لم يأمرها قط بالكفر وهي تطيعه منذ 40 سنة وقد استسلمت له بالطاعة، فما حكم هذه الطاعة من حيث العقيدة؟ هذه شرك بالله عز وجل، عليها أن تتوب إلى الله وأن تخلص العبادة لله والطاعة لله، تتبرأ من هذا الشيطان، هذا شيطان، هذا شيطان من شياطين الجن، فلا تطعه، لا طاعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الجن ولا من غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكثر من طلب الدعاء له ممن يظن فيه الخير، فما الحكم في ذلك؟ جائز طلب الدعاء من غيرك جائز، لكن الأولى أن تدعو أنت ولا تحتاج إلى دعاء الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بغير الله هل هناك حالات يكون فيها شركاً أصغر حالات يكون فيها شركاً أكبر؟ نعم، ذكر العلماء أنه إذا كان يعظم المحلوف به مثل ما يعظم الله هذا شرك أكبر، أما إن كان لا يعظم المحلوف به كتعظيم الله هذا شرك أصغر. وبعض القبوريين إذا أمرته أن يحلف بالله حلف 100 يمين في مجلس واحد وهو كاذب، وإذا أمرته أن يحلف بالضريح أو بالقبر فإنه ينتفض من الخوف ويرتعد ولا يحلف وهو كاذب أبدا، هذا يعظم المخلوق أعظم مما يعظم الله، هذا لا شك أنه شرك أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ وهل الآية قوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هل هذه الآية مرتبة حسب شدة المعصية من الأقل إلى الأشد؟ نعم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، والشرك نوع من أنواع القول على الله بغير علم، الشرك هو من القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم يشمل الشرك وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول زوجتي حامل منذ 3 أشهر وقد اكتشف الأطباء في الجنين أن فيه مرض المنغولي وهي تريد الإجهاض خوفاً من الابتلاء بهذا الطفل، فما حكم ذلك؟ لا بد أن تأتي بتقرير من لجنة طبية معتمدة وترفعه إلى دار الإفتاء وينظرون فيه، ينظرون في التقرير. نعم، ويخبرونها بالحكم الشرعي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم وقد بلغني خبر وفاة والدي بالأمس رحمة الله عليه، والسؤال هل لي أن أصلي على قبره صلاة الجنازة عندما أذهب في الإجازة؟ إذا كان الوقت قريبا من الوفاة نعم تصلي على قبره، أما إذا كان الوقت متأخرا ولم تصل إلا بعد مدة يكفي الدعاء، لا تصلي على القبر لأنه فات الأوان، تقتصر على الدعاء له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة على الميت
قبل أن يغسل، أم إن الصلاة لا تجوز إلا بعد تغسيله؟ من حين تخرج روح الميت تجوز الصلاة عليه، ولكن كونه بعد التغسيل أحسن وأتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذهب إلى السحرة الذين يزعمون أنهم يرقون الناس بطلاسم وخزعبلات، يحتجون بأن هناك أشخاص مقعدين لهم سنوات عديدة، وكذلك هناك من فيهم أمراض باطنية لا تعرف وزالت بعد ذهابهم إلى هؤلاء، كيف نرد عليهم؟ أظن السائل ما حضر الجلسات السابقة أو في أول هذا الكتاب، أن حصول المقصود وحصول الغرض ليس دليلاً على الجواز، فقد يكون استدراجاً من الله سبحانه وتعالى. فحصول الحاجة، كثير ممن يدعون الأموات والأضرحة يحصل لهم مقصودهم، فهل هذا دليل على جواز عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ لا، يكون هذا من باب الاستدراج، أو أنه صادف قضاء وقدرا أن الله أعطاك هذا الشيء في هذه الساعة وقدره لك فتظنه من الميت. الحاصل أن قضاء، أن حصول المطلوب لا يدل على الجواز أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب علوم القرآن في باب النسخ، قال: ويطلق الناسخ على لفظ الجلالة الله، واستدل بقوله: ما ننسخ من آية. السؤال: هل الناسخ يعد اسما من أسماء الله؟ لا، ما هو من أسماء الله، لكن من باب الإخبار، يقال الناسخ هو الله أو الرسول من باب الإخبار فقط، أما من باب التسمية لا، ليس من أسماء الله الناسخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ملاك الدواجن عليهم زكاة؟ وإذا كان عليهم زكاة فعلى ماذا؟ هل هي على قيمتها الموجودة أم على غير ذلك؟ الذين يربون الدواجن عليهم زكاة بلا شك، فإذا تم الحول زكوا النقود التي عندهم من الدواجن، والدواجن نفسها يثمنونها بما تساوي ويخرجون الزكاة عند رأس الحول، فإذا تم الحول أخرجوا الزكاة عن النقود الموجودة وعن قيمة الدواجن التي في ملكهم، يثمنونها ويزكونها مثل الأغنام ومثل الإبل ومثل سائر البضائع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عنده إبل أو غنم قد بلغت النصاب في الزكاة، لكنه يعلفها أكثر من 6 أشهر فيشتري لها العلف، فهل فيها زكاة؟ إن كان يريدها للقنية والدر والنسل فليس فيها زكاة، إذا كان يعلفها أكثر الحول. أما إذا كان يريدها للبيع والشراء فهي سلع، ثمنها عند رأس الحول ويزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل متابعة الدروس عن طريق الأنترنت يحصل بذلك الأجر كالحضور إلى المسجد؟ يحصل له من الأجر بقدر النية وقدر الاستفادة، لكن حضوره في المسجد واستماعه وسماع الدرس لا شك أنه أثبت وأحسن، ويحصل له الأجر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلى آخر الحديث، يحصل له الأجر إذا حضر إلى المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح: من أحب أحمد ابن حنبل فقد أحب السنة، ومن أبغضه؟ هذا معروف، هذا معروف، لأن أعداء السنة يبغضون الإمام أحمد، فحب الإمام أحمد دليل على محبة السنة، لأنه هو إمام أهل السنة، وكذلك محبة غيره من أئمة السنة، محبة أبي حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، كل أئمة السنة من أحبهم هذا دليل على أنه يحب السنة، ومن أبغضهم واحدا منهم هذا دليل على أنه يبغض السنة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.